امثل في الكوره، هل عمرو ناصر كان ممكن يعمل مثلا ال1 2 حتى لو مش هيفت يعني لو مش هيقطم جوه الصندوق، كان يعمل ال1 2 مع زميله بحيث انها تكون يعني اخطر او كده؟ هو اصلا الكوره في البدايه اصلا الاستلام بتاعه كان ايه؟ بالرجل العكسيه، يعني احنا نبص على ايه في البدايه لما استلم، لو كان استلم برجله الشمال هو بيجري، يعني احنا جايبها ايه؟ ادي الكوره من البدايه اهو. بص لما اتلعبت لعمر، لما اتلعبت لعمر بص عمر هو بص على الحارس، بص الاستلام بتاعه، هي دي المشكله، مشكله اللعب الاستلام. استلم برجله العكسيه، لو استلم كان برجله الشمال كان على طول كانت هي دخل لجوه 18 اسرع شويه، ما كانش ممكن عمل التو مع شكري نجيب. لا هو هنا بقى لما ايه، لما نرجع تاني في الكره دي، نرجع شويه تاني، نرجع ادي الكره من البدايه اهي، هنا كره اتلعبت، شكري نجيب لعبها، هنا خدها عمرو صعبه استلمها، لا صعب صعب ايه ان هو ايه يلعبها لشكري، هنا وقف سو حتى لعبها لشكري نجيب بعد ما الكره ماتت يعني. الكره بص في بطء غير عادي، ان احنا الهجوميه بتبقى الكره بص بطيئه جدا، يعني احنا خلاص في الثلث الاخير نبقى في سرعه، يعني حسيت فرق، عشان كده ايه النواحي الهجوميه كانت قليله جدا. قله التركيز ولا ضغط موسم او نهايه موسم في اجهاد ولا كواليتي ولا جميع المصابات؟ لا لا طبعا خبرات، خبرات وكواليتي اللعيبه يعني بتفرق جامد جدا. يعني هو لعيب عمرو ناصر ده لسه شاب ولسه ايه يعني من اللعيبه اللي هتبقى ليها مستقبل كبير جدا. حتى في الماتشات الاخيره كان هو ليه دور كبير قوي مع فاركو في حته الاهداف وحته على طول بيبقى فاركو في الدوري، بس انا بكلم حته الخبرات مهمه جدا، عمرو ناصر من اللعيبه اللي تبقى ليها مستقبل. هنا الكره دي يعني لعيبه بتاع فاركو، لعيبه اللي كان في كثافه عدديه كبيره جدا، وفي عندهم اصرار ان هو يلعبوا جوه ال 18، في اصرار ان هو يبقى جوه ال 18 واختراق على طول في العمق اللي الدفاع بتاع مصري، كان بقى فيه الاداء كان بقى احسن. لما ابتدى ينزل عمرو جمال، بص عمرو جمال احنا بص كرة واحدة بتاعت عمرو، يا ريت الكرة ان ايه نجيبها فرصة، فرصة لعمرو جمال لما نزل، لما لعبها كانت ممكن تحس بضربة جزاء، بس جت في ايه في بطن اللاعب. لو نبص ايه لما لطشها عمرو جمال، يعني لغة الكرة في كرة فاكرها طارق، هنا هم جايبين الهجمة بتاعت الشيكة اللي هو بص دي، بص انا بقول لك مشكلة الفرق كلها في الدوري الممتاز النواحي الدفاعية.